سجلنا كانون أول هو مثل لنا شهر الواحد. كانون الأول كم يوم بي؟ كانون أول 31 يوم. هذه الأشياء لازم الأيام لازم نحفظها. هسه راح أكتبها قدامكم قدام كل شهر شقد كم يوم بي كل شهر، وإن شاء الله لازم نحفظها. هسه مثل ما تلاحظون قدام كل شهر كتبت لكم عدد الأيام لازم نحفظها. كانون الثاني مثلنا 31 يوم، شباط 28، آذار 31، نيسان 30 يوم، أيار 31، حزيران 30، تموز 31، آب 31، وأيلول 30، تشرين الأول 31، وتشرين الثاني 30، كانون الأول 31. طبعا لازم نحفظ الأشهر بالسنة مع الأيام. زين، هاي بالنسبة للأشهر. السنة بيها أربع فصول اللي هي نعرفها، الربيع والصيف والخريف والشتاء. كل فصل من هذه الفصول بي ثلاثة أشهر، يعني إحنا عندنا طول السنة أربع فصول، كل فصل واحد بي ثلاثة أشهر من هذول الأشهر. مثلا هسا عندنا هنا فصل الربيع، فصل الربيع بي آذار ونيسان وأيار، بي آذار ونيسان وأيار، هذا فصل الربيع. فصل الصيف حزيران تموز وآب. الخريف أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني. فصل الشتاء كانون الأول وكانون الثاني وشباط. هذه بالنسبة لفصول السنة، أيضا هذه لازم نحفظها. هسه نجي على فقرة أتأكد. ألون الشهر الذي فيه 30 يوما وأحوط أشهر فصل الربيع. أوكي. قلنا لازم نحفظ إحنا كل شهر كم يوم بي. ألون الشهر الذي فيه 30 يوما، هسه راح ألونه سوى الأشهر اللي بيها 30 يوم. تمام. هسه أشهر السنة اللي تتكون اللي بيها 30 يوم هي نيسان، حزيران، أيلول وتشرين الثاني، بينما أشهر فصل الربيع هما آذار، نيسان وأيار. واجبنا طبعا أنه نكمل التمارين نحلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.